هي نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامع أهلها من حديد يقذف فيها كل جبار عنيد وهي تنادي وتقول هل من مزيد فهي مدينة للشقاء والعذاب موطن للآذان ومرتع للأسى منكسة للرؤوس مخزية للنفوس منضجة للجلود محرقة للكبود فهي نار الجحيم والعذاب الأليم والعقاب العظيم فيا لتعاسة الجسد ويا لحرقة الكبد ويا لشقاء ليس له أمد وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فلو تعالت صيحات أهل النار ما رحموهم ولو طالت زفراتهم لما أنقذوهم ولو تواصلت أناتهم وحسراتهم لما ساعدوهم وكلما أرادوا أن يخرجوا منها لما فيها أعادوهم وبمقامع الحديد طرقوهم وبالأنكال والأغلال قيدوهم فيا لذلة الحال ويا لسوء المآل ويا لبؤس ليس له نهاية ولو طالت الشكاية من تلك النكاية نودوا للصراط ألا هلموا فهذا ويحكم يوم المعاد يوم فيه تفتح أبواب الجنان فيدخل منها وفد الرحمن للرضا والنعيم والرضوان والأمان والسعادة والإحسان وتوصد أبواب النيران على أهل العذاب والهوان والخسران والحرمان فيا ويحهم صراخهم من يسمعه عذابهم من يمنعه بكاؤهم عويلهم من يرحمه من ينفعه فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ستحرم أجسادهم على النار فمن هم يا رسول الله؟ عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار ومن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار ومن صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار ومن صلى في اليوم 12 ركعة حرم الله لحمه على النار فإذا كان الإنسان هينا لينا سهلا حرمه الله عز وجل على النار فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس فيكون قريبا منهم بمجالستهم في محافل الطاعة وملاطفتهم وسهلا في قضاء حوائجهم سمح القضاء والاقتضاء وسمحا في البيع والشراء ومن مشت قدماه في سبيل الله عز وجل سواء في الجهاد أو في غيره من الطاعات قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وكذا من بكى من خشية الله عز وجل فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار وكذا من سهر في سبيل الله عز وجل فعن أبي ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عين على النار
سهرت في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. نسأل الله عز وجل أن يحرم أجسادنا جميعا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.